في مرحلة الإعداد لهذا الحوار بالذات على الإنترنت عشرات العناوين، فضيحة خالد يوسف، فضيحة خالد يوسف، هل هناك فعلا فضيحة أم أنه هي استراتيجية لتشويه سمعتك لتشويه اسمك؟ هي كانت الفضيحة للنظام مش ليا، هي كانت حرب تشويه لخالد يوسف ومنعه من الكلام، أو حتى لو اتكلم عشان يبقى فاقد مصداقيته إلى آخره. وأعتقد أن المواطن المصري بقى فاهمها كويس جدا دلوقتي بعد هذه الشهور، وضحت أن المسألة كانت حرب ممنهجة لتشويهي لاتخاذ مواقف كانت شديدة الجرأة بالنسبة لهذا النظام اللي هو لا يسمح بأنه يسمع صوت غير صوته. أثرت على صورتك وتاريخك وأعمالك وتعاملك مع النجمات. بعتقد بيقول يعني القرآن يقول وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، يعني كل ده بيروح ويبقى، أنت ماذا صنعت على الأرض للناس. فعلا، شكرا جزيلا خالد يوسف، شرفتنا في الجزائر وشرفتنا على قناة زير تي في، وتمنى لك كل التوفيق في المشاريع المستقبلية. شكرا لك وشكرا لكل عشاق السينما، لكل عشاق الثقافة. شكرا على حسن المتابعة وإلى لقاء جديد.